طبعا مشاهدينا، وبالختام مسك بنتكلم عن الأمل، كيف عبر الهاتف مع الزميلة رشا رمضان، طبعا متواجدة في مدينة دبي الاستوديوهات، طبعا تغطية لمبادرة صاحب السمو اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لصناع الأمل، وراح تخبرنا عن الفائز وعن صانع الأمل لهذه المبادرة. حياك الله يا رشا. حياكم الله زملائي في الاستوديو خليفة وخديجة. طبعا أنا متواجدة اليوم في هذا الحفل الكبير، حفل صناع الأمل. نعم. اللي أعلنوا اليوم طبعا عن صانع الأمل في الوطن العربي. من طبعا هو؟ مثل ما تعرفون طبعا أن هذا هو الحفل الأكبر في الوطن العربي لصناع الأمل. نعم. واليوم ترشحوا 5 متأهلين كانوا متواجدين على المسرح بمبادراتهم الإنسانية والخيرية التي فعلا غيروا فيها العالم العربي، واستطاعوا بأن يصنعوا الحياة ويغيروا حياة العديد من المشردين والمستضعفين في العالم العربي. الفائز طبعا راح أختصر عليكم، نعم. يعني أقول لكم على الثلاث أو على الخمس مرشحين. نعم. الفائز هو كان محمود وحيد، هو الفائز بلقب صانع الأمل في الوطن العربي. يا سلام. محمود وحيد لديه مبادرة جميلة جدا، وهي عبارة عن انتشال المشردين من مشردين في الشارع في مصر. طبعا محمود هو مصري وحاول أن يقضي على ظاهرة التشرد، وليس تشرد للأطفال ولكن التشرد للمسنين. فبصراحة كانت مبادرته جدا جميلة، وكان يدعو أيضا بأن يتمنى بأن يعني نقضي على هذه الظاهرة وخاصة المشردين، وكما قال بأن المستقبل لا يبدأ إلا بأن طبعا يعني ننتشل هؤلاء. من يريد بأن يكون أمه وأباه في الشارع ويرى المستقبل؟ فبهذه العبارات طبعا هو تكلم وتحدث لدينا يعني اليوم في هذه المبادرة. الجميل في هذه الحفل هي مفاجأة ومكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. الله يحفظه. طبعا تم الإعلان عن مفاجأتين. المفاجأة الأولى هو تكريم الجميع 5 مؤهلين والمرشحين في هذه المبادرة. نعم. الجميع حصل على مكرمة مقدارها 1,000,000 درهم. ما شاء الله. وأيضا المكرمة الأخرى وهي إنشاء أكاديمية لصناعة الأمل بمبلغ وقدره 50,000,000 درهم، يكون مقرها هنا في دولة الإمارات. مو بشيء غريب ولا جديد على دولة الإمارات، ولا زال هناك دائما أمل، لأن نحن على أرض دولة الإمارات وبمبادرة طبعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. شكرا لك رشا. نعم. ألف مبروك لأم الدنيا أكيد مصر على فوز صاحب الأمل اللي هو محمود وحيد من مصر. أكيد. ونحن شيء أصلا يعني شيء نتوقعه من شيوخنا، وأكيد من صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، أن يدعم مثل هذه المبادرات لأنه هو صاحب الأمل. صحيح. وشيء مش غريب عليه أكيد.